السلام عليكم الزينات، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كاع لاباس. انا صافا الحمد لله. نتمنى نتوما تكونوا بخير وعلى خير، وانتم تشوف هاد لا فيديو. الوصفه اللي راح نحضرها معكم اليوم، نكملوا مع حلويات العيد. وصفه راقيه بنتها تهبل تهبل ولا اروع، ديليس الرافايلو او صابلي الرافايلو، يعني اللي انا درته من راسي حصريا على اليوتيوب. يعني هذه حاجه درتها انا من اختراعي. فوالا البنات، دونك حرت ولا نسميها ديليس الرافايلو ولا صابلي الرافايلو، واش رايكم؟ خيروا معايا. الوغ وصفه اقتصاديه بالامتياز كما قلت لكم، والشكل تاعها والذوق تاعها ولا اروع. وقبل ما نبدا معكم الوصفه، نتمنى ان شاء الله تشجعوني بلي جام تاعكم والبارطاج مع احبابكم، ويلا نديروها كيف كيف. وهنايا واش راح نحتاجو في الصابلي تاعنا؟ عندنا 250 غرام زبده ولا مارغرين كيما تحبوا، عندي 100 غرام سكر غلاص اللي هي كاس تاع ماء عادي اللي عندها كاس هكايا دير كاس، واللي تحب توزن دير 100 غرام. كيف كيف 100 غرام مايزينا، عندي ربع مغارف تاع نواه كوكو اللي هي 40 غرام، صفار بيضه وحده وبيضه كامله، مغرف صغيره تاع خميره الحلويات. كما كنتو تشوفوا المغرفه تاعي فريمون صغيره، الا كانت المغرفه تاع القهوه تاعكم شويه كبيره ديروا نص مغرفه باش ما تفسدناش الشكل تاع الصابلي تاعنا. عندي مغرفه تاع لافاني، وعندي 500 غرام فارينا تقريبا. دوك راح نجوزوا لطريقه التحضير. هنا اول حاجه راح نبدا بالزبده. كما كنتو تشوفوا الزبده تاعي خرجتها من قبل، لازم تكون فريمون طريه باش تساعدني في الخدمه. دونك هنايا كيما كنتو تشوفوا درت 250 غرام زبده، راح نزيد فوقهم الكاس تاع سكر غلاس، وراح نزيد معاهم لافاني، وراح نخدم الزبده تاعي مع السكر غلاس ولافاني شويه. وهنايا راح نزيد البيض تاعي كما قلت لكم، صفار بيضه وبيضه كامله، راح نخلط حتى هذاك البيض يدخل لي مليح مع الزبده ولافاني والسكر. من بعد زدت نص كاس تاع زيت حوالي 70 غرام. كي جيت ندير المونتاج لقيت الفيديو تمحالي، دوك نتوما زيدوا نص كاس تاع زيت وخلطوا مليح، ومن بعد زيدوا لا مايزينا ولا نواه كوكو ونزيدوا نخلطوا. هنا بعد ما كملت بالباتور ودخلت مليح هذيك لا مايزينا ولا نواه كوكو، راح نبدا نزيد في لافارين. دونك راح ندير نص الكميه هكذايا، نزيد معاها الخميره تاع الحلوه. وهنايا من الاحسن تستعملوا يدكم باش تحسوا بالقوام تاع العجينه، ولا مخصوصه فارينه ولا ما تزيدولهاش. دونك انا استعملت يدي كيما راكم تشوفوا، ونبدا نزيد لافارين بشويه حتى تتلملي العجينه وتولي كيما عجينه تاع صابلي. انا خذات لي 500 غرام، 530 يعني ماشي اكثر. دوك نتوما على حساب البيض ديالكم، كيما قلت لكم راكم تعرفوا كاع لاباط صابلي كيفاش يجي القوام تاعها. دوك هنا نكمل لم العجينه تاعي بلا ما نعجنها، يعني غير بصبعتي نحاول نلمها. هنا من بعد ما تشكلت عندي العجينه كيما راكم تشوفوا، حطيتها فوق لو بلون دو طرافاي باش نيفيتي نعجنها، يعني نلمها غير هكا. راح نقسمها لثلاث قطع هكذايا، ومن بعد راح نغلفهم. شوفوا يعني القوام تاعها كيفاش طري، ونخليها ترتاح نص ساعه ولا ساعه في الفريجيدار كيما تحبوا، ولا تقدروا ديروها في الليل غد من داك تخدموها. هنا من بعد ما ارتاحت العجينه تاعي راني خرجتها وراح نبدا نخدمها. هنا رشيت غير شويه تاع لافارين ماشي بزاف، وراح نبدا نحل العجينه تاعي. هنا بعد ما حليت صابلي تاعي كيما راكو تشوفوا، يعني ما نحلوش رقيق بزاف وما نحلوش اخشين، يعني كيما الصابلي العادي. دونك هنايا واش راح ندير؟ راح نجيب نيمبورت بياس، هذا راح نخدم به. تقدروا تستعملوا اي واحد متوفر عندكم، حتى ويكون كاس صغير ولا ما يهمش، يكون هذا الطابع. دونك هنا راح نبدا نطبع الحبات التوعي. وهنايا نكون سخنت الفرن تاعي على 180 درجه، ومن بعد غير كملت طبعتهم كما راكم تشوفوا. راح نرفدهم بهذه الطريقه باش ما يفسد الشكل تاعهم، وندخلهم يطيبوا. وانا لي صابلي تاعي توجور نحب نحمرهم يعطيو ذوق بزاف بنين، خير ما نخلوهم بيوضه. هنا راح نجوزو للموديل الثاني. هنا كما قلت لكم بالنسبه للشكل الثاني استعملت هذا المول تاع سيليكون، يعني اللي اغلبيه الناس عندهم. دونك هنا خديت العجينه وزنتها، لازم الحبات يكونوا كاع قد قد، يعني يكونوا كيف كيف 20 غرام، ومن بعد درتها في المول تاع السيليكون وضغطت عليها شويه، يعني تشكلت وعطت لها الشكل تاع المول. من بعد دخلتها الطيب، غير تشد روحها شويه وتطيب، نقلبها في السنيوه ونخليها تتحمر مليح من الفوق، يعني ما تكملش طيابها كاع في المول تاع السيليكون. وكملوا معايا.
وهنا باش ندير صابلي هذاك اللي راح نديره من تحت، خديت هذا الكاس يعني اللي قسته جا كيف كيف مع المول تاع السيليكون، وراح نديرهم هكاك دي بيسكوي صغار، من بعد راح ندخلهم يطيبوا كاع كيف كيف. وهنايا راح ندوز معاكم لكريمه الزبده بذوق الرافايلو، تجي صدقوني تحفه في البنه، اللي ياكلها اكيد راح يسقسيك على الوصفه. هنا واش عندي؟ عندي 125 غرام زبده تكون طريه بحراره المطبخ، هنا عندي حوالي 3 مغارف نواط كوكو، هنا يبقى على حسب الرغبه تاعكم، تحبوا كثر زيدوا، تحبوا قل تقدروا تنقصوا. هنا عندي حليب نيسلي كما راكم تشوفوا، راح نستعملوا ربع الكميه. وهنا عندي 100 غرام شوكولا بلون اللي ذوبتها وخليتها تبرد يعني تولي دافيه. هنا انا الزبده تاعي كانت شويه بارده يعني ما كنتش خرجتها من قبل، نتوما الافضل خرجوها من قبل يعني فريمون تكون بحراره المطبخ، دونك هنا ضربتها غير شويه اتحلت. من بعد زدت فوقها النسلي كما كنتو تشوفوا ربع باطا حوالي 60 غرام، من بعد انا راح نخلطهم كيف كيف شويه هكذايا، ومن بعد غير نخلطهم راح نزيد الشوكولا بلون. شوفوا يعني القوام تاع الكريمه كيفاش راح يتبدل كي نزيدوا لها الشوكولا بلون، لانه الشوكولا بلون تكون شويه دافيه يعني راح تمد هذيك الحراره تاعها للزبده، وغير نبدا نطلعها شوفوا يعني القوام تاعها كيفاش يتبدل وتولي قوام كريمي. هنا من بعد راح نهبط هذوك الجوانب كاع باش نخلطها فريمون مليح هكذايا. هنا راح نوريكم واحد المكون اللي نزيدو اللي هي غير فاتا لا بودغ تاع لا شونتي، انا نستعمل هذه تاع الاتراك، راح تعطي لها قوام رائع صدقوني، مغرفه كبيره كما راكم تشوفوا هايديك. وراح نخلطها تمام. هنا بعد ما كملت طلعتها مليح، شوفوا يعني القوام تاعها روعه، شوفوا خفيف ولا اروع، ليس كيما راكم تشوفوا. دونك هنا راح نزيد لها لا نواط كوكو كيما قلت لكم على حساب الرغبه تاعكم، راح نزيد مغارفه زوج 3 مغارف كبار، تحبوا تزيدوا كثر تقدروا، تحبوا تنقصوا كيما تحبوا، تقدروا ميم تزيدوا لا غوم تاع لا نواط كوكو، هذا يرجع ليكم. دونك هنا راح نخلطهم مليح وراح ندوزو نعمرو الصابلي تاعنا. انا كنت كيفاش طيبت الصابلي تاعي فريمون نحبو محمر باش الكو تاعو يجي كروستيان ويجي بنين. هنا راح نعمر كاع الصابلي تاعي كما كنت تشوفوا، اللي تحب تعمر بام بوشادو تقدر تانا، انا عمرت يعني غير بالمغرفه، هذا الموديل الاول كما راكم تشوفوا، ندير شويه ونسي نضغط هكذا باش هذيك لا كريم تروح في الجوانب كاع كيف كيف. بالنسبه للموديل الثاني كما راكم تشوفوا خديت هذيك الطبقه التحتانيه نقلبها توجور للتحت، وهذيك الفوق نديرها للفوق، ان شاء الله تكونوا فهمتوني. دونك راح ندير شويه ونلصقها، من بعد راح نضغط شويه في الجوانب باش هذيك الكريمه تخرج لي في لي كوتي، باش نديرها في لانواد كوكو بهذه الطريقه، يعني طريقه سهله وتجي بزاف شابه كما راكم تشوفوا. هنا كما راكم تشوفوا من بعد ما كملت عمرت الصابلي، هذا الموديل الاول وهذا الموديل الدوزيام. دونك هنا راح نجوزو لا ديكوراسيون تاعو. هنا هذيك لا كريم اوبغ اللي قعدت لي راح نستغلها وندير بها لا ديكوراسيون. دوك راح نزيد لها لا نواط كوكو غير بشويه، ما لازمش نشفها بزاف، لازم تقعد طريه كي ناكلوها. دونك هنا نستعمل يدي باش نحس بالقوام تاع العجينه كما دائما نقول لكم. هنا من بعد ما تشكلت عندي اون بات ما تكونش بزاف ناشفه، نعاود لكم. دونك هنايا راح نشكل كريات اللي يكونوا صغار، تحبوهم كبار بزاف ديروهم، تحبوهم يعني صغار ديروهم، انا درتهم صغار كما راكم تشوفوا باش الشكل تاعهم يجي شباب. هنايا راح ندير ديكوراسيون تاع الصابلي تاني، دونك استعملت هذا المول تاع سيليكون نص دائره، فريمون يجي صغيور يجي شكل تاعو بزاف شباب. دونك ندير الطبقه الاولى تاع الشوكولا بلون ندخلو الكونجيلاتور وندير الطبقه الثانيه، زوج طبقات يعني يكفيو. بعد ما تكونجلا الشوكولا تاعي راح نحي هذوك الزوايد بالموس كيما تحبوا ديروهم من قبل، يعني قبل ما تكونجليوهم كيما تحبوا، انا نحب هذه الطريقه من بعد ما يتكونجلا. من بعد راح نخرجو شوفوا يعني يا ربي واحد جوج دقائق يتكونجلا ويشد روحو. هنا بالنسبه لا ديكوراسيون تاع الشكل تاعنا الاولاني، خديت نيسلي اللي خدمت به مقبله درتو في امتي ساك هكا، وراح نعمر به شويه الوسط، ماشي حاجه غير شويه، باش كي نحلو الحبه تاعنا راح تجينا فوندونت من الداخل. دونك هنا بسم الله نبدا نعمر كيما راكم تشوفوا، ندير شويه
هنا بعد ما كملت عمرتهم دونك راح ناخذ دي بتيت بول ولا اكبر كيما تحبوا. شوفوا الكبيره كيفاش تجي وشوفوا الصغيره نتوما على حسب شكو حابين. انا جو بريفير هاد الصغار يجي الشكل تاعهم خير. نتوما كيما تحبوا، تحبوا تكبروا تحبوا تصغروا، هذا كيرجع لكم ليه. هاد الطريقه حتى نكمل كاع الحبات اللي عندي. وراح نزيد لهم مرشة تاع لا نوا كوكو هكا من الفوق غير شويه. دونك هنا من بعد ما ذوبت شوكولا بلون تاعي زدت لها حوالي 3 مغارف تاع زيت، يعني زيت العاديه. دونك هنا راح نبدا نكلاسي الصابلي تاعي. دونك بسم الله راح نستعمل هذه، راح تساعدني بالبزاف. دونك راح نحط الحبه تاع الصابلي وندير فوقها الشوكولا. شوف يعني الجوانب ولا كترت لهم سي بون، راح نرفدها بالفرشيطه ونحيها من هكذايا ونحطها تقطر، يعني هذيك الزياده كاع تهبط. راح نكمل بنفس الطريقه. هنا راح ندوزو لا ديكوراسيون. الوغ تحبوا ديروا ان بول تاع لا نوا كوكو في الوسط تقدروا، تحبوا تزينوا هكا بلي كونكاسي هادو لوز ونواسيتي تو هاد الورد هدايا تانا تقدروا، يبقى على حساب نتوما واش راكو حابين. انا راح نستعمل هادوما اللي كنت درتهم معاكم قبيله. دونك هنا بسم الله راح نحط هكذا واحد هكا في الوسط، نميلو غير شويه كما تقدروا ديروا هكا كما تحبوا، انا حبيته هكذايا مايل. هنا من بعد ما حطيت هذيك لا دومي بول شوكولا راح نحط لها تانا شويه شوكولا بلون هذيك اللي قعدت لي في الوسط، باش كي نحط لا بول تاع لا نوا كوكو ما تتحركش من بعد، يعني كي نحطوها في لي كيسات ولا ما تبوجيش. راح نجيب ورده نحطها هكا سوغ لو كوتي، من بعد نحط حبه تاع لوز ولا نوازيت. انا درت لكم باللوز ونوازيت وانتم اختاروا الشكل اللي تحبوا، كما تقدروا تستغناو عليهم وديروا حبه كاوكاو. وهنايا من بعد ما كملت لا ديكوراسيون تاع الصابلي تاعي لا بارتي فريمون اللي نحبها، كي نكمل الكاطو تاعي ونبدا نديرو في لي كيسات كيما راكو تشوفوا ما شاء الله خرج روعه، يعني الشكل تاعو بزاف شباب والمذاق ما عندي ما نحكي لكم، يدوب في الفم ما شاء الله بنه بنه ولا اروع. سيرتو كو هاد الوصفه ماشي مكلفه، يعني في متناول الجميع. وهذا الشكل تاعي كيما راكو تشوفوا، عجينه وحده نديرو منها زوج اشكال واشكال راقيه، يعني مقادير بسيطه. نتمنى ان شاء الله تجربوه اكيد راح يعجبكم صدقوني. نقولكم تهلاو في رواحتكم وتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله. سلام.